ان احنا في الجزء الثاني النهارده ما كانش ينفع ابدا، وامبارح ذكرى وفاه فضيله الامام الشيخ محمد متولي الشعراوي، ما ينفعش ان احنا نعدي الموضوع ده ابدا، لان احنا بنتكلم على قامه عظيمه جدا جدا كلنا، واجيال كتيره جدا اتربت على صوته وهو بيفسر لنا القران الكريم باسلوب بسيط جدا وصل لكل الناس. بنتكلم النهاردة عنه، هنقرب منه أكتر، بنتكلم على كمان برنامجه العظيم اللي عايش معانا وهيفضل عايش، برنامج حديث الإمام اللي كان بيعرض يوم الجمعة زي النهاردة كده عصرا، وكان بيعرض كمان قبل الفطار يوميا في رمضان، ولسه مستمر، وها نتعلم من فضيلة الإمام وأجيال الكمان اللي جاية بعدنا تتعلم من هذا البرنامج العظيم. وزي ما اتفقنا نحن طالما هنتكلم عن فضيلة الإمام احنا لازم نقرب منه أكتر، نقرب من حد من ريحة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. فمعانا دلوقتي على التليفون الأستاذ محمد عبد الرحيم متولي الشعراوي، حفيد فضيلة الإمام. يا أستاذ محمد، حضرتك منور الراديو 90-90. النور منكم يا فندم، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحلى تحية للسادة المستمعين. اهلا بحضرتك، وحضرتك منورنا يا فندم. ربنا يبارك في عمرك. حبينا النهارده وما بيروحش عن بالنا ابدا، وصوته دايما في وداننا وعايشين بالبركه بتاعته وبنتعلم منه دايما فضيله الامام، لكن حبينا النهارده برضو نقرب منه اكتر، وحضرتك من ريحه فضيله الامام حفيده، فعايزين نقرب منه الانسان اكتر واكتر واكتر، ونتكلم عنه في البيت، نتكلم عنه في معاملاته مع اولاده ومع احفاده. حضرتك كانت ازاي ده في البدايه كده، فضيله الامام الشيخ الشعراوي في البيت، عايزين نشوفه، احكي لنا كده يا استاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الامام الشعراوي كان اب حنين فوق ما تتخيل. يعني هو كان جد، بس هو كان يقوم بدور الاب. خدت بال حضرتك؟ حتى كان يعني والدي يشتكي يقول له ما بنعرفش نكلم الاولاد بعد، يعني الدلع كله والهزار كله واللعب كله. يعني واخد بالك؟ ودايما يحب يعني يتابع اخبارك، عامل ايه، بتعمل ايه، دراستك ايه، اخبارك ايه في المدرسه، اخبارك بالرغم من انشغالاته الكبيره جدا. لا، دي حاجه عاديه، يعني دي حاجه من طقوس يومه. يعني واخد بالك؟ طول ما هو موجود دايما يطمن عليك يوميا، يعني مش اسبوعيا حتى. لا 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 لا، هو كان الامام رضي الله عنه كان منظم جدا جدا جدا. كل وقت يعطيه حقه يعني بالدقيقه. يعني وقت الاهل، ووقت الاصدقاء، ووقت المريدينه ومحبينه، وقت المجاملات العائليه. خدت بال حضرتك؟ يعني هو كان منظم جدا 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 بكل وقت له. يعني مثلا يعني في الاعياد مثلا لازم حتى لو كان مسافر بره او في حته لازم يرجع للبلد عشان يقضي معانا اول رمضان، يقضي معانا العيد، سواء عيد الفطر او العيد المبارك الاضحى. خدت بال حضرتك؟ وهكذا. المهم لازم يبقى موجود، يبقى يعني زي ما تقول ايه، عمود العيله. طبعا. وكلنا نلتف حوالينه، واخد بال حضرتك، ويسال كل واحد بسؤاله ومسالته ويطمن عليه ادق التفاصيل. حتى مثلا لو سافر يرجع يقول لك عملت ايه في الموضوع. يعني واحنا حتى نستعجل، يعني جيت رغم مشاغله ورغم انت حريص وفاكر كل التفاصيل بالظبط كده. ونستعين هنا زي ما بيسالوا المراه العربيه، بيقولوا لها من احب الابناء الى قلبي، قالت الصغير حتى يكبر والغائب حتى يعود والمريض حتى يشفى. كان هذا هو كان الامام. أرك قلبك ممكن تتخيله. طيب حضرتك. نعم. بقى وانت صغير في السن لما كان يحب يقومك، يوجهك لخطأ مثلا عملته. نعم. كان الشكل عامل ازاي؟ هل بعصبية، هل بحنية؟ لا لا، الإمامة كان يوجه بدون مباشر، يعني مش مباشر. بدون يعني ايه، بدون أوامر. هو يوجهك يفعل هذا الأمر أمامك، فأنت تحس ان انت عملت حاجة غلط. بتعليم غير مباشر. مش امر. يعني مثلا وقت الصلاه، هو قبل ما الاذان يدن بخمس دقائق هي قايم، ولا يقول قوم صلي ولا يلا لا لا، هو يقوم الاول يقوم يتوضا قدامنا. احنا كلنا نقوم نتوضا بدون ما يقول لك صليت ولا صلي، ما عنديش الحته. هو كان يعلم بطريقه غير مباشره. ودي كان يعني احلى حاجه فيه. مثلا يعني مثلا يقول لك ايه، هو بيدي حاجه للفقراء، يقول لك ايه تعالى ساعدني.